أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها التطورات العسكرية في تعز وعجز الحكومة والتحالف عن دعم وتعزيز الجبهات بالعتاد والقوات حتى الآن. تشهد جبهة تعز تصعيدا مستمرا في المواجهات الميدانية على مختلف محاور القتال، في الوقت الذي حققت فيه قوات الجيش والمقاومة تقدما كبيرا في الجبهة الغربية والشمالية، إذ سيطرت على تباب ومواقع استراتيجية بالتزامن مع محاولة الميليشيا العودة إلى المناطق المحررة مجددا. وتهدف الميليشيا لإعادة الحصار على المدينة بعد تمكن المقاومة من كسره، وتتمترس الميليشيا في بعض الجيوب المحيطة بالمناطق المحررة مستهدفة السكان، كما حدث يوم أمس في مجزرة الإعلاميين والتي استشهد فيها المصور محمد اليمني. قادة ميدانيون ونشطاء ومحتجون طالبوا بدعم المقاومة والتحرك العاجل لإسنادهم في معركتهم الفاصلة ورفع الحصار الكلي عن المدينة. وتحدث قادة المقاومة عن حاجتهم الملحة لبعض الآليات العسكرية التي يمكن من خلالها تمشيط المناطق وتأمينها والحفاظ على المكاسب العسكرية، إذ قال قائد الجبهة الغربية عبد المحمود الصغير في وقت سابق إنه لا يطالب بمئات المدرعات كالتي وصلت لباقي المدن التي تحررت من المتمردين، بل يطالب بعشرين مدرعة وعشرين دبابة لتحرير المحافظة. إلى ذلك أكد نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح ضرورة تعزيز الوحدات العسكرية في محافظة تعز ومدها بالعتاد اللازم، وذلك خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في عدن. نتوقف عند هذا التطورات العسكرية في تعز لنناقشها في محورين: ما الكيفية التي ستؤمن بها المناطق المحررة؟ ولماذا تعجز الحكومة والتحالف عن تعزيز جبهة تعز بقوات وعتاد حتى الآن؟ تقدم جديد وثمين للمقاومة والجيش الوطني في تعز، حيث الكفاح في سبيل كسر حلقات الحصار المفروضة على المدينة منذ عشرة أشهر. آخر هذا التقدم استعادة السيطرة على حدائق الصالح وتلة الخزان، فيما لا تزال المقاومة تتقدم باتجاه جبل الهان والربيعي لتأمين المدخل الغربي الجنوبي للمدينة. اختراق دفاعات الميليشيا على أكثر من محور في المدينة هي الاستراتيجية العسكرية المتبعة مؤخرا من قبل الجيش الوطني والمقاومة، وهي استراتيجية تضع قواتها أمام تحديات الإمساك بالوضع الأمني والمحافظة على مكاسبها مع المتغيرات المهمة الحاصلة في ميزان القوة العسكرية. قد يكون إعلان نصر بحماس زائد مطلوبا للمقاومة في ظل الإمكانيات البسيطة التي تستند إليها في معركتها وشح الدعم الحكومي مقابل فارق القوة والتسليح التي تمتلكها الميليشيا. بحسب الخارطة العسكرية فإن التقدم الحاصل إلى الآن تجاوز 50% من متطلبات المعركة عسكريا و30% إنسانيا، إذ لا تزال المدينة تحت نيران الميليشيا من الجهة الشرقية حيث منفذ المدينة الرئيس الحوبان والجند. وتتركز المعارك حاليا في عدة محاور، أكثرها اشتعالا تلك الدائرة في موقع الدفاع الجوي شمال غرب تعز. ومواجهة الجبهة الشرقية أما في الجبهة الغربية فقد بدا جليا من وقائع الساعات الأخيرة أن الميليشيا تستميت لاسترجاع مواقع بعينها. يقول مراقبون إن هذه الجبهة تشكل كماشة حول المدينة، لذلك تريدها الميليشيا بأي ثمن، فهي ما عادت تتحكم بجزء كبير من الحصار. ويقول هؤلاء إن بإمكان الحكومة والتحالف أن يغيروا المشهد بالكامل إذا ما عززوا جبهة تعز بترسانة عسكرية كفيلة باستكمال معركة التحرير. فكل ما تحتاجه المدينة الآن هو الدعم والإسناد للاكتفاء بالتصريحات والوعود الشائعة. آخر هذه التصريحات جاءت على لسان نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح، والذي أكد ضرورة تعزيز الوحدات العسكرية في تعز ومدها بالعتاد اللازم. لكن لا أحد يعلم هل ستتحول هذه التصريحات إلى توجيهات تنفذ على الأرض في أسرع وقت أم ستتعثر كسابقاتها. إذن مشاهدينا الكرام، لبدء النقاش في هذه الحلقة سينضم إلينا المتحدث باسم المقاومة في تعز محمد مقبل الحميري، وكذلك الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، والصحفي من تعز عبد العزيز المجيدي. ولكن سينضم إلينا الآن مراسل قناة بلقيس فواز الحمادي للاطلاع حول آخر تطورات الأوضاع في تعز الآن. مساء الخير فواز. مساء النور وأهلا بك فواز. حدثنا عن جديد المشهد العسكري المشتعل في جبهات تعز حتى الآن. في هذه الحفل نعم فواز، إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع مراسل قناة بلقيس فواز الحمادي مراسلنا من تعز. أنتقل إلى المتحدث باسم المقاومة في تعز السيد محمد مقبل الحميري. مساء الخير سيد محمد.
مساء الخير أخي العزيز، وأهلا وسهلا. سيد محمد، حدثنا عن حقيقة اختراق الذي حدث، عن يعني هناك حديث عن اختراق للجبهة الغربية في تعز وعودة الميليشيا إلى بعض المناطق المحررة، هل هذه المعلومات صحيحة؟ أخي، المعارك محتدمة منذ يومين، والعدو يعني حشد قواته من صنعاء ومعظم المحافظات ومن اتجاه الحديدة والمخاض بآليات ثقيلة وأسلحة وأعداد وأعداد هائلة، ومحاولا استعادة هذه المواقع التي حررها جيش الشرعية والمقاومة الشعبية. لا شك أن الحرب كرر، ولكنهم لم يحققوا الهدف كامل الذي يريدوه، فالجيش الشرعية والمقاومة متواجدين في لواء 35 الذي هو في المطار القديم، ومتواجدين أيضا في الدباب المطلة على الضباب. لا شك أن هناك بعض المواقع سيطروا عليها، ولكنها لم يستطيعوا أن يقطعوا الخط لا زال سائرا، ولكنه تتحدث عن خط عدن تعز، أليس كذلك؟ أليس كذلك أستاذ محمد؟ على الجهة الغربية، نعم، على الضباب، على منطقة الضباب والمنطقة القديمة، فالخط ليس مقطوعا كما يقول البعض، هو يسير في الناس، ولكن ليس تحت سيطرة أحد القوات الشرعية والمقاومة في الضفة الشرقية، في الجهة الشرقية، والإنقلابيين في بعض التباب التي تقع في الجهة الغربية الخط بعيدة منها، ولكن يظل الخط على مرمى النيران، والمقاومة عازمة على أن تستعيد كل المواقع، رغم أن الخط يعمل على تلغيم المناطق التي يسيطر عليها لإدراكه بأنه لن يستقر فيها وأنه راحل الراحل. وكل ما نتوب من كما سمعت من إخواننا في حكومة الشرعية أن يدعموا، ونحن لا ينقصنا الرجال ولا العزيمة ولا الإصرار، ولكن ينقصنا الدعم. تعز ليس فيها، سنتحدث عن ذلك أستاذ محمد، لكن دعني قبل ذلك أعيد الترحيب بمراسل قناة بلقيس فواز الحمادي. كنت أسألك فواز عن مستجدات المشهد العسكري في تعز الآن. طبعا في هذه الأثناء تتعرض جبهة الضباب لهجوم عنيف من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، التي كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية، خصوصا من اللواء العاشر حرس جمهوري المرابط في مدينة باقل، وتمكنت قوات الميليشيات الإنقلابية من تحقيق تقدم طفيف وملموس يعني نوعا ما في مدينة في جبهة الضباب بالسيطرة على تبة الكامل وتبة الخزان، وهما تبتان مطلتان مباشرة على الخط الرئيسي الرابط بين مدينة التربة ومدينة تعز. وبهذا تكون قوات الانقلاب قد حققت تقدم واستطاعت السيطرة على الخط الرابط بين مدينة التربة ومدينة تعز. وإذا ما استمر هذا، هل حققت السيطرة على الخط فواز، أم أنها حققت سيطرة على تلال مطلة على هذا الخط؟ هذه التلال مطلة على الخط، وأيضا سيطرت على نقطة الهنجر، النقطة الرئيسية في بداية مدخل الضباب. إذا ما استمر هذا التقدم وهذه السيطرة للميليشيات، فإن حصار تعز من الجبهة الغربية سيكون قد عاد من جديد في ضربة قوية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طيب، إذا ما تحدثنا عن بقية المناطق المحررة، هل هي آمنة سواء في الجهة الغربية أو في امتداد هذا الخط؟ المناطق التي كانت لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد حررتها من الميليشيات الانقلابية خلال الفترة الماضية، تعرض لهجوم كبير من الميليشيات التي ركزت كل قواتها وإمكانياتها العسكرية الكبيرة في الجبهة الغربية، وبالتحديد في منطقة الربيعي، لأن الهدف الرئيسي للميليشيات الانقلابية في هذا الوقت هو إعادة حصار تعز مرة أخرى. تحدثنا اليوم إلى قائد اللواء 17 مشاة العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، اللواء الذي يرابط في جبهة الضباب، شكى بحرقة من خذلان الجميع له ولجبهته. قال أن الجبهة تعاني من نقص كبير في الإمكانيات العسكرية مقارنة بإمكانيات
عسكرية كبيرة تملكها الميليشيات الانقلابية التي تهاجم مواقع الجيش الوطني في الجبهة الغربية، نقص كبير في الذخيرة والإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها الجيش الوطني في هذه الجبهة. لا ننسى أن طيران التحالف العربي شن غارة جوية قبل قليل على تجمع للميليشيات الانقلابية بين تبت المقبابة ومنطقة المقهاية، استهدفت تجمع للميليشيات الانقلابية. نعم. راح ضحية هذا القصف عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات الانقلابية. أشكرك شكرا جزيلا فواز الحمدي مراسل قناة بلقيس، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود إلى المتحدث باسم مقاومة تعز الأستاذ محمد مقبل الحميري. أستاذ محمد، من الواضح أن هناك معارك كر وفر حول جبهة الضباب، وأن هناك تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة، وهناك يعني أحيانا تراجع في بعض المواقع، لكن يعني هل من أفق عسكرية جديدة ل ما من شأنه فك الحصار بشكل كلي عن المدينة، ليس فقط من هذه من هذا المنفذ الغربي؟ أخي، نحن نقول ونزيد دائما، إن توفر السلاح فالعزيمة موجودة. إذا كان هؤلاء الأبطال يحققون هذه الانتصارات والانتصارات الكبيرة جدا بمقاييس الجيوش وهم بأسلحتهم التقليدية العادية والمتوسطة، فكيف لو توفرت عليهم الآليات؟ أخي، كنا نطالب لهم كما أقول دائما، نطالب لهم بالدبابات وآليات النقل، اليوم نطالب لهم بأحذية في أرجلهم من الأحجار ليتحركوا. هذا وضع غير طبيعي بالنسبة للحكومة، يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، يجب أن تلتفت، لأنه انتصار تعز انتصار للحكومة وانتصار للشرعية وانتصار للكرامة اليمنية وانتصار لعودة مؤسسات الدولة. اليوم قدمت مطالب للحد الأدنى للمقاومة بأستاذ الأخ الرئيس، ووعد بالاهتمام بها من ضمن هذه الآليات المطلوبة. وأيضا أنا أخاطب أيضا رئيس الوزراء، أقول أنت في عدن قريب من المقاومة، يجب أن تدعموا الإغاثة، تدعموا مرتبات الجند الذين يقاتلون من شهور ولن يستلمون ريالا واحدا، أن تدعموا الثبات. لماذا الخصم والعدو يدرك حجم تعز وأنتم لا تدركون حجم تعز التي هي من حجمكم؟ لأن أي ضرر تعز لن تتضرر تعز مفردها، فتعز جزء من الجمهورية اليمنية، يجب أن يدركوا ذلك. هناك أكثر من 120 مليون من إحدى شركات النفط رعتها، ويفترض بالأخ رئيس الوزراء لو أخرج منها 10 مليون لتحرير تعز وإيب والمناطق هذه، هي ستكون دفاعا عن كرامتها ليشتروا بها التبع. نعم أستاذ محمد، لا يعطوها للمقاومة، يشتروها من الدبابات، الدرعات، الأطقم، الأسلحة المطلوبة، بدل من أن يعني نرمي بكل أعباءنا على غيرنا، مع شكرنا وتقديرنا للتحالف برئاسة المملكة العربية السعودية. لكن الوضع خطير وخطير جدا، ويجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وتعز ستنتصر. وأنا أضمن لكم أن الرجال في تعز ثابتون في مواقعهم، وهناك كر وفر كما أسلفت في هذه المواقع، هم في غرب الخط وفي بعض الجيش الشرعي والمقاومة في شرقه، وفي أي لحظة سيستعيدوها. ولكن نعم أستاذ محمد، ينضم أرجو أن تبقى أن تتفضل بالبقاء مع أستاذ محمد الحميري. ينضم إلينا الآن ناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج. مساء الخير سيادة العميد. لكن سيادة العميد، الآن هناك معارك كر وفر بالقرب من جبهة الضباب، الجبهة التي يعني فك الحصار من خلالها عن تعز، وبدأت قوافل إغاثية بالوصول إلى المدينة منها. هناك كان حديث عن وصول تعزيزات عسكرية، لكن إلى الآن لم تصل بشكل الكافي. هل تدرك الحكومة والجيش الوطني أن بسقوط تعز هناك مخاطر على المناطق والمحافظات الجنوبية، وكذلك مخاطر على يعني قدرات المقاومة والجيش الوطني في الصمود وإحداث الانتصارات مجددا؟ شكرا لك أخي الكريم ولشاهدي قناة بلقيس. في حقيقة الأمر دعني أؤكد أن موضوع أهمية تعز أعتقد أصبح ليس مجالا للنقاش والحوار، لأن تقريبا كل يعني مفاصل الدولة سواء من الرئاسة أو الوزراء أو
حتى القيادات بشكل عام العسكريه تدرك بانه معركه تعز هي معركه البلد بشكل عام، يعني اي اهمال او تقصير او تفريط في هذه المعركه فاعتقد انه عباره عن ديمومه للمعركه العسكريه الى ما لا نهايه داخل بشكل عام. حتى اخواننا في التحالف يدركون هذا المعامل بشكل جيد. من حيث الأهمية لا مشكلة الآن لتأكيد هذا المعنى، وهي تمثل بالنسبة لنا في الجيش الوطني عنق وزجاجة، إذا تم الخروج منها ربما خرجنا من كل المعارك وستكون ما دونها أسهل بكثير. لكن دعني أيضا بالمقابل أؤكد بأنه ربما الجبهة لدينا في تعز يعني يركز عليها تركيز غير عادي المخلوع صالح والحوثيين، ولأسباب عديدة لا مجال الآن لذكرها، لعل فقط أهمها أن هذه المحافظة كانت هي ربما رأس الحربة في إدارة التغيير. طيب في البلد هذا التركيز من قبل المخلوع، نعم سيادة العميد، هذا التركيز من قبل المخلوع وميليشيات الحوثي، ألا يجب أن يواجه بمزيد من الدعم من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية؟ لا يعني لا يتحدث الكثيرين عن دعم خيالي، يتحدثون عن يعني عشرات أو يعني بضع عشرات من الدبابات، حتى يعني لا يتحدثون حتى عن رجال، يعني هناك رجال كما يقول السيد محمد مقبل الحميري، هم يريدون فقط آليات ثقيلة. دعنا نتفق على هذا، نحن هذا الكلام نادينا فيه منذ فترة طويلة، لكن في المحصل أيضا كما قال الأستاذ محمد ينبغي أيضا لنا كحكومة أن يناط بنا تجهيز وإعداد وشراء هذه المعدات. ليس بالضرورة أن ننتظر أن تأتي، يعني التحالف مشكورا يقوم بكل ما يستطيع، في الأخير يأتي دورنا نحن، ربما إذا كان هناك أي تقصير فنحن نظل ربما السبب الرئيسي في إدارة هذا المشهد وهذه المعركة. أما التحالف فهو يقوم بكل ما يستطيع، بالعكس يعني دوره الخاصة ما يتعلق بالمساندة الجوية في العمل على الأرض من أروع ما يكون. في لدينا أشياء كبيرة، أننا فعلا لا نمتلك أسلحة ثقيلة، ربما البعض لديه حسابات لأنه لا داعي لوجود أسلحة ثقيلة، لكن نحن نقول عدم وجود أسلحة ثقيلة سيجعل المشكلة دائمة في تعز، ولن ينصرف علي صالح والحوثي من تعز حتى لو خضعوا للمحادثات أو حتى لو خضعوا للمشاورات، لن ينسحبوا من تعز إلا إذا كان هناك قوة تردعهم وتبعدهم عن محافظة تعز. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أعود إلى الأستاذ محمد مقبل الحميري. أستاذ محمد، لماذا لا تعود قيادة المحافظة إلى المدينة على الأقل تعزيز معنويات أهالي المدينة، وكذلك إشعار الناس أن ثمة سلطة محلية تقف وراءهم تعمل من حيث انتهوا هم؟ أخي عندك الوكيل الأكحالي موجود، والأخ المحافظ هو يرتب بعض الأوراق هنا ومتابعة لمحافظ القرى وهو على وشك العودة، ولكن كما قلت لك الأهم الآن هو الذي يتحدث السلاح والسلاح فقط. هؤلاء القوم لا تستغربون لماذا عن حق صالح، نحن معروف حق صالح والحوثي لأنهم يعرفون معنى تعز، وأنها من حسم تعز حسم المعركة في اليمن وذهب إلى الحوار في جنيف، وهو قوي يملي شرطه كما يريد، ولذلك العتب كل العتب لماذا حكومتنا لا تدرك ذلك، ولا إن كانت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم. مثل ما تكلم الأخ العميد منصور، نحن لا نعتب على أحد، الأشقاء بدلوا في شيء، لكن نريد من حكومتنا أن تكون حاضرة، نريد منها أن تترفع عن المكايدات فيما بينها والصغائر، وتدرك أنها في الهواء، وأنها إن لم ترسخ قدمها على الأرض وتثبت الانتصار في تعز الذي حققه الأبطال بصدورهم وبإقدامهم وبحماسهم وإيمانهم بقضيتهم رغم الفارق الكبير بالعتاد والعدة، فإنها ستكون هي الخاسر الأول. فتعز معنى كبير بانتصار بأي طرف، ولذلك هم يحاولون أن يحققوا النصر في تعز رغم أن المقاومة الجيش والمقاومة ثابتون ومسيطرون عن معظم المواقع. الكثير من الناس يتكلموا عن الهزائم الحوثي مهزوم رغم عتاده وعدته، ولكن نريد تعزيز هذا النصر
وان يتقدم للامام، ومثل ذلك الا بالدعم الحقيقي من اموال الدوله لا نشحط منهم، ولكن يجب ان يعرفوا بان ذلك واجبا عليهم، وهو الامر الذي سيثبتهم ويثبت شرعيتهم ويثبت مقامهم. كما اشرفت لك هنا الحظ انه تحرك، ولا ارجو ان يتحول الى واقع، وارجو من الحكومه ان تدرك ذلك. أشكرك. وان تعمل اليوم قبل الغد. اشكرك شكرا جزيلا. المتحدث باسم المقاومه في تعز الاستاذ محمد مقبل الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اعود الى الناطق باسم الجيش الوطني سياده العميد سمير الحاج. سياده العميد، يعني انا انقل الان كثير من التساؤلات التي تاتي من الاهالي في تعز ومن غيرها من الاماكن، انه بالرغم من التعزيزات التي تاتي من قبل التحالف العربي، الا ان هذه التعزيزات التي وجهت الى مأرب او الجوف او شبوة حتى هي اكبر مما هي تاتي الى تعز مثلا. يعني يبدو أن تعز على هامش الدعم العسكري، هل من مبررات عسكرية لهذا الشيء؟ هل من إجابات لهذه التساؤلات؟ على أي حال هذا التساؤل أقوله ربما أن يعرض على جهات الاختصاص في دول التحالف، لكن أنا أتكلم من ناحية عسكرية صرفة. فحركة الآليات والمدرعات التي يمكن أن تنزل إلى محافظة عدن مثلا أو إلى محافظة مأرب وفيها امتداد إلى حدود المملكة يصبح حركتها سهلة وأيضا طريقها آمن. نحن في تعز كقيادة عسكرية أيضا سعينا إلى تأمين الخط الرئيسي، وكان دائما ما يعيق أي تحرك لأي آليات أو تقدمها هو عدم وجود خط آمن. الخط الآمن وضع لعدة فترات، ونحن لا نستطيع ان نقرر عدم وجود هذه الاليات، لكننا في الاخير كما قلت نحن المنوطين بان نعد انفسنا ونجهز ونطلب ونشتري ونعمل، وليس ان نرمي بالاحمال. لكن هناك اشكاليه سياده العميد ان الخط الذي فتح خط التربه الى تعز الان هناك مخاوف ان يسقط بيد الحوثيين مجددا. يعني هناك مخاوف أن الانتصارات التي حققتها المقاومة لن تصمد في ظل عدم وجود دعم. هذا أكيد، وأنا أقول لك نحن يعني أنا أرجو أيضا أن نكون منصفين في إدارة أقصد حديثنا في موضوع العمل العسكري والدعم والتعاون. بالأمس فقط كنا نتحدث عن معبر الدحي وخطورة معبر الدحي، اليوم نتحدث عن منطقة الرقي وعن محاولة قطع الطريق مرة أخرى. نحن لا نقول أن المقاومة لا تفعل شيء والجيش الوطني لا يفعل شيء والتحالف لا يفعل شيء، الكل يعمل، لكننا دائما طموحين لمزيد ولكي نؤمن هذه الخطوط ولكي يأمل الناس على قوتهم من ناحية وتأمل المقاومة والجيش على إمدادها أن تسير بشكل سلس وسهل حتى يستمروا في المعركة حتى النهاية. يعني هذا الذي نعنيه. العربات كما قلت لك أصبحت مهمة وضرورية، خاصة العربات المدولبة لحماية الأفراد المتقدمين المواقع. ربما بإذن الله تعالى الأيام القادمة تحمل يعني أشياء طيبة. نحن لا نريد أن نقول ستاتي وستاتي، ولكن نقول نتعشم ونتأمل من حكومتنا أولا ثم من إخواننا بالتحالف بالدعم بهذا الاتجاه. طيب هل من أنباء عن قرب وصول تعزيزات إلى جبهات تعز سيادة العميد؟ كان السيد الأخ المحافظ في لقاء مع نائب القائد الأعلى، لقاء اليوم مع رئيس الجمهورية، الجميع يؤكد أن التعزيزات في طريقها إلى الجبهات. دعني أتفائل بأنها ستصل بإذن الله تعالى، وأتمنى أن لا تأخذ يعني أمد طويلة، فالحرب أصبحت مشتعلة و كل دقيقة وساعة وأقل من ذلك يحدث فيها متغيرات على الأرض. أشكرك شكرا جزيلا. العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الختام أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأشكر الصحفي عبد العزيز المجيدي الذي تعذر وجوده معنا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم الحلقة، وكذلك تحيات زميلي محمد القاسم معدها، وكذلك تحيات باقي أفراد طاقم العمل. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.